وللحديث أكثر عن ظاهرة وفاة المعتقلين داخل السجون الحكومية في العراق وتزايد وتيرتها في الأيام الأخيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا، بارك الله بكم. أهلا بك سيد علي. بداية، ما هو السبب وراء تزايد أعداد الوفيات داخل السجون الحكومية في العراق حتى باتت تشكل ظاهرة في الفترة الأخيرة؟ يا سيدي الكريم، نحن لا نقول ظاهرة، يعني هي ليست ظاهرة، وإنما هناك عملية توحش من الأجهزة الأمنية وميليشياتها ضد المعتقلين، لأن والسبب الرئيسي في هذا الأمر هو الإفلات من العقاب. هذه الميليشيات والأحزاب التي تنتمي إليها ما تسمى بالأجهزة الأمنية أصبحت الآن في مأمن، وتعلم جيدا أنها لا يوجد لديها لا حسيب ولا رقيب بسبب انهيار منظومة الأمن والقضاء في العراق. الإفلات من العقاب هو أصل المشكلة في العراق، والحكومة العراقية يعني حتى الآن شريكة ومتغاضية ومتضامنة مع هؤلاء القتلة. لم نشاهد لحد الآن محاكمة شخص يعني بسبب ارتكاب عملية التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون أو الإخفاء القسري، ولذلك هذه الأجهزة الآن أصبحت يعني خرجت عن السيطرة بكل معنى الكلمة. نعم. مفوضية حقوق الإنسان في بيان لها كما تعلم أكدت أن المعتقلين يتعرضون لسوء معاملة وعمليات تعذيب، وإن كان البيان صادر لتوثيق حالات المعتقلين في البصرة، لكن هل يمكن تعميم هذا البيان، يعني تعميم الحالة برأيك؟ هذه المفوضية الآن يعني تصدر بيانات القصد منها مزايدات انتخابية. من منا لا يعلم بأنه المعتقلين في العراق يعانون التعذيب ويعانون الإهمال الطبي وسوء المعاملة، ويتعرض أهاليهم للابتزاز وغيرها من الجرائم. الكل يعلم في هذا الأمر، لكن ما هو الحل؟ ما الذي سوف تفعله هذه المفوضية لتوقف هذا الأمر؟ وعلينا أن نتذكر بأنه المفوضية رغم أن ما يسمى بالدستور العراقي كان ينص على أنها مستقلة، لكن للأسف المفوضية أيضا خاضعة لمحافظة الأحزاب، وكل حزب فيها له ممثل، وممثليها الأحزاب هم نفسهم المتورطين في عمليات القتل والتعذيب. هل يمكن التعويل على الطلب بمراقبة السجون وتفعيل لجنة مراقبة السجون فعليا سيد علي؟ يا سيدي، لا تستطيع أي لجنة مراقبة من داخل العراق أن تفعل شيء. العراق بحاجة إلى لجنة تحقيق دولية محايدة، وهذا الأمر تستطيع أن تقوم به الأمم المتحدة، وبالتحديد قسم حقوق الإنسان اللي موجود في العراق ولديه إمكانات وإمكانات هائلة وتنفق عليه مئات الملايين سنويا. هذا القسم هو الذي يفترض أن يقوم بواجبة تجاه هذا الأمر. أما بيان المفوضية وبياناته الذي تذكر بأن هناك، نعم كلنا نعلم أن هناك عمليات قتل وتعذيب وانتزاع معلومات، لكن ما هو الحل؟ ما الذي تستطيع؟ يعني لا يكفي أن تقول هذا الأمر وتسكت. إذن أين يكمن الخلل؟ يعني كيف ترى تقارير الممثلة الأممية بلاس خارت؟ هل تعكس حقيقة الأوضاع في السجون الحكومية في العراق، خاصة بما أننا نتحدث عن ظاهرة الوفيات المتزايدة للمعتقلين؟ هل تعكس حقا الأوضاع داخل السجون؟ يا سيدي الكريم، سواء المفوضية أو حقوق الإنسان أو مفوضية حقوق الإنسان في البرلمان العراقي وغيرها، يعني هذه بياناتها وقراراتها و تقاريرها لا تأتي بشيء جديد. تقول أن هذا موجود، نعم نعلم إحنا كلنا هذا موجود. نعم. إذا رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك.